استقبلت كنائس محافظة الإسماعيلية آلاف من المهنئين بمناسبة عيد القيامة المجيد، وتنوعت وفود المهنئين من المواطنين ومن الأوقاف والأزهر وبيت العائلة المصرية وغيرها من المؤسسات الوطنية لمشاركة الإخوة الأقباط بالعيد. عيد القيامة، وبنقدم خالص الشكر من أعماق قلوبنا لكل المهنئين اللي جم يهنونا، بنعيد يعني على الشعب المصري كله. ندعو لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوفيق والنجاح، وربنا يحفظ مصر دايما ويحقق كل آماله. العيد عيدين، البلد كلها فرحانة، الناس كلها مبسوطة. ثالث مكان بنخش نزوره، اللحمة الوطنية واضحة جدا في الشعب المصري، محبة وحب من القلب، ودي أهم حاجة النهاردة، ويا رب دي من الأمن والأمان. جينا نقول إن احنا كلنا بنعيش على أرض واحدة، أرض مصر الحبيبة. نقول لهم كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد القيامة المجيد. يجمعنا التآلف، يجمعنا الحب، يجمعنا التواد، نحيا وننعم على أرض مصرنا الحبيبة. كما شهدت كنائس محافظة كفر الشيخ احتفالا بعيد القيامة المجيد، واستقبل الأقباط المهنئين من المسلمين لتقديم التهنئة لهم. كما شهدت كنيسة السيدة العذراء بسخاء عددا من الفعاليات المتعددة والأنشطة، والتي تنفرد من بين كنائس العالم بحجر عليه أثار قدم السيد المسيح عندما كانت الأسرة المقدسة بسخاء. نحن بنعيد على كل العالم كله بعيد القيامة المجيد، ونطلب من الله نرفع عن العالم الموت والغلاء والفناء والجلاء وسيف الأعداء، ويرفع راية مصر عالية. كل سنة طيبين، شرفتونا ونورتونا، وشكرا لتهنئتكم بعيد القيامة المجيد. وبشكر جميع السادة التنفيذيين على رأسهم السيد المحافظ والأمن، وكل سنة ومصر كلها يا رب بخير وأمن وأمان وسلام. العيد بيبقى عيدين بوجود إخواتنا من محافظة كفر الشيخ والوفد المرافق، وبنشكر السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وطبعا محافظ كفر الشيخ اللي على طول بيبعت وفد لتهنئتنا بالعيد. كل سنة وحضراتكم طيبين، نشكر الرئيس السيسي ونشكر زيارتكم الجميلة، ودايما مشرفينا ودايما تزورونا في كل الأعياد. احنا طبعا جايين بنهني اخواتنا الأقباط بعيد القيامة المجيد، كل سنة هم طيبين ودايما هم شركاء للوطن واخواتنا، كل سنة هم طيبين. كل سنة وانتم طيبين، تحيا مصر تحيا مصر. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم. وشهدت الكنائس المصرية احتفال الأقباط بعيد القيامة المجيد وسط أجواء من الفرح والبهجة والسرور. وأقامت الكنائس قداس عيد القيامة المجيد، ورفع الأقباط الشموع ورددوا التراتيل وسط حالة من الفرحة والسعادة. من شمال مصر وحتى جنوبها ومن شرقها إلى غربها، تعالت ترانيم المصلين وعمت الاحتفالات في جميع الكنائس المصرية، وذلك خلال قداس عيد القيامة المجيد في أجواء احتفالية مبهجة. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد القيامة المجيد وعيد شم النسيم. بنقول للشعب المصري كل سنة والشعب المصري بخير، كل سنة ورئيسنا عبد الفتاح السيسي بخير، ومصرنا الحبيبة والدول العربية والدول الأجنبية. بنقول لكل العالم أجمع كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد القيامة المجيد. النهاردة بنحتفل كلنا مع بعض بعيد القيامة المجيد. وعيد القيامة ده هو العيد الكبير عند الأقباط وعند كل المسيحيين، أكبر الأعياد في الكنيسة، فكلنا بنحتفل مع بعض، وهي مناسبة مفرحة جدا. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد علينا كلنا وعلى مصر كلها. لأن هو مش جديد على المصريين الحب والألفة اللي بينا، والنهاردة احنا جايين طبعا بنهني اخواتنا المسيحيين كعادتنا كل سنة، بنهنوهم وبيهنونا لأن احنا كلنا نسيج واحد. ترانيم الاحتفال تملأ الأجواء فرحة من الجميع بقدوم العيد، كما أن مظاهر احتفال المصريين تأتي تذكيرا بالأمن والأمان الذي ينعم به الجميع، وتأكيدا على معاني الفرح والترابط الشعبي بين المصريين. إن شاء الله إحنا جينا بكوكبة من علماء الوعظ إن شاء الله عشان نهني إخواننا المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يديم علينا سعادتنا ومحبتنا.
في الدنيا والآخرة. طبعا لنا شرف ان نتواجد النهارده مع بصحبة رجال الدين الإسلامي مع رجال السياسة ومحافظ بورسعيد لنهنئ الإخوة للأقباط في عيدهم بعيد القيام المجيد. محيط الكنائس في جميع المحافظات شهد حالة من الفرح والسرور، حيث توافدت الأسر والأطفال لالتقاط الصور التذكارية والتعبير عن سعادتهم باستقبال العيد.